الله. من يوم وصلتوا لموسكو وش استعداداتكم وهزيجكم؟ وما شاء الله من امس كنتم متفاعلين بشكل كبير. والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانت طيب والشعب السعودي بخير وصحه وعافيه ان شاء الله، والقياده العظيمه ان شاء الله كلهم كل سنه وانت طيبين، واللهم لك الحمد. صراحه منتخبنا ما قدم اللي مامول فيه، اللي احنا كنا متوقعين انه يقدمه، واحنا كمشجعين منتخب السعودي مع المنتخب باذن الله وين ما حل وين ما ارتحل، وباذن الله ما راح نوقف وراح ندعم وباذن الله، ورحنا كلنا بصوت واحد كلنا يا سعودي ان شاء الله، وباذن الله انه قدامنا مباريتين يعني ان شاء الله، وباذن الله الاخطاء اللي اخطينا فيها ان شاء الله يتفادونها الشباب، وباذن الله يقدمونا ويطلعوا بمستوى غير ما كنا متوقعينه ان شاء الله. العافيه. روابط المشجعين اكيد لها استعداد مختلف، كيف استعديتوا؟ اكيد استعدينا استعداد كويس الحمد لله، لكن سوينا هزيز وسوينا كل شيء، لكن خيبوا اماننا بصراحه. يلا لكن ان شاء الله ما توقفوا موازره، يعطيك العافيه. المنتخب السعودي الجماهير ما زرته والجميع السعوديين متابعينه في ادق التفاصيل. كنا متابعينه قبل مباراة البارح، لكن للأسف ان اليوم صرنا نبحث عن منتخبات نشجعها. لا كذا ما يصير. خذلونا، اذا في شكر طبعا نشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ للاعداد المهولة اللي تكفلت الهيئة بحضورهم لروسيا موسكو بالتحديد، لكن نقول بإذن الله ان شاء الله ان التعويض قادم، وبإذن الله ان املنا فيهم كبير ان شاء الله. نقول ان شاء الله المباراة الجاية ان شاء الله نحقق الطموح باذن الله. مشكور، يعطيك العافية. ايش حاب تقول؟ هي كلمتين ورد غطاها. لا عطني وش رد، وش الكلمتين هذه؟ ايوه، هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية ما قصرت، عطت الغالي والنفيس والرخيص على سبيل الغالي والنفيس على راحتنا وحضور الجماهير الى موسكو، يعني بصورة غير صراحة. إن شاء الله ان المنتخب يقدم صورة جيدة، ان شاء الله ان اللعيبة يقدروا هذا الشيء. ايوه، ويعرفوا انه خلاص مو انتهت الحياة او فقد الامل، لا، قدامهم مبارتين رايحين يفوزون في المبارتين باذن الله تعالى، رايحين يوصلون للدور الثاني، ودعواتنا خلفهم بحول الله عز وجل. ما في شيء مستحيل في كرة القدم، ما في مستحيل في كرة القدم. ايش حاب تقول في اخر شيء؟ والله انا اقول لك ان المنتخب السعودي في الحقيقه انهم خيب الظن فيهم، ولكن متأملين في مباراتنا الجايه انهم يعوضون الشعب السعودي ويعوضون انفسهم، حتى سمعتهم هم اللاعبين انفسهم يعوضون فيها، وهذا حال الكوره، احنا ما راح نلومهم كثير، باقي مباراتين والامل موجود وان شاء الله يعوضونها باذن الله. شكرا لك. اذا بندر، طبعا هذه رده فعل بعض الجماهير طبعا المتواجده، والجميع بصراحه يعني حاب انه يعني في عتب ان شاء الله على اللاعبين، ان شاء الله يقدرون هذا العتب ولا ينسون صراحه ما قدمته الهيئه العامه للرياضه واتحاد القدم للاعبين والاتحاد القدم بشكل عام.